السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنبدأ النهاردة نتكلم عن مجموعة مواضيع مش كبيرة قوي، ولكن أنا عن نفسي بعتبر إن هي من المواضيع المهمة جدا. أول موضوع إن شاء الله هنبدأ نتناوله هو إنترنت أو برنامج إنترنت إكسبلورر 8 اللي موجود جوه ويندوز 7، اللي هو الإصدار الديفولت اللي بنازل مع الويندوز 7. الحقيقة إن إحنا بنتناول الموضوع ده نظرا لان في حاجات كتير قوي جوه الانترنت اكسبلورر تتعلق بالسيكيورتي، وانت كسيستم انجينير مفروض تكون عارف او قادر ان انت تغير الحاجات دي، خاصة لما بتحصل اي مشكلة كده في الشبكة او اي يوزر بيقولك ان انا عندي مشكلة في العملية بتاعت البراوزنج، ودي بتحصل كتير جدا معانا احنا شخصيا. فمحتاجين ان احنا نعرف شوية معلومات اكتر عن الانترنت اكسبلورر اللي في الغالب ما بيكونش اليوزر العادي على دراية كافية بيها. طيب احنا هنحتاج النهاردة مكانتين كده ويندوز 7 علشان نشوف الموضوع بتاع الانترنت اكسبلورر وشوية مواضيع تانية اذا الوقت كفى. فتعالوا كده نفتح المكنة الاولانية. لو اننا كده فتحنا الانترنت اكسبلورر اللي موجود جوه ويندوز 7 قبل طبعا ما نعمل له ابجريد ويبقى انترنت اكسبلورر 9، يعني الاصدار الديفولت هو الاصدار الثامن. فطبعا علشان تعرفوا الفيرجن بتاع البراوزر فممكن نقوم فاتحين about internet explorer فنبدأ نعرف ان الاصدار اللي احنا بنشتغل عليه هو الاصدار الثامن. طبعا زي ما انتم عارفين كان في قبل كده الاصدار السابع والاصدار السادس وهكذا. فالحقيقة بتحصل مشكلة ان بيحصل احيانا كراش في البراوزر او بتحصل مشكلة في البراوزر لما نبدأ نفتح ويب سايت اتصمم او الديزاينر بتاعه عمله بحيث ان هو يتم فتحه على انترنت اكسبلورر 7 مش 8 اللي هو الحالي. طيب ايه المشكلة في حاجة زي كده؟ المشكلة ان بعض البلوجينز او بعض الحاجات اللي بيتم كتابتها داخل الصفحة بتاعة الانترنت اللي انت بتفتحها دي مش بتظهر اليوزر بالطريقة اللي الديزاينر كان عايزها تظهر بيها. طيب ايه الحل في حاجة زي كده؟ الحل بسيط جدا، وهو ان احنا بنبدأ نخلي البراوزر يعمل حاجة اسمها الكومباتيبلتي فيو، او الفيو اللي بيخلي الانترنت اكسبلورر 8 ده يعمل عملية ايميوليشن او يبدأ يظهر الويب سايت كأنه انترنت اكسبلورر 7. الكلام ده بيحصل امتى او بيحصل لما نعمل ايه يعني؟ طبعا انا دلوقتي علشان فاتح الويب سايت بتاع الام اس ان فهو مصمم لان هو يتفتح على انترنت اكسبلورر 8، فبالتالي مفيش مشكله. امال ايه المشكله؟ المشكله ان انا لو جيت كده قمت قايل له ان انا عايز افتح ويب سايت مثلا زي السي ان ان. السي ان ان واحد من ضمن الويب سايتس اللي تم تصميمها علشان تتفتح على انترنت اكسبلورر 7. طب ايه المشكله في حاجه زي كده؟ بصوا كده الزرار ده، الزرار ده لسه ظاهر دلوقتي اسمه كومباتيبلتي فيو، بيقول لي ان الويب سايت اتعمل له ديزاين علشان يفتح على اولدر براوزر، يعني اتعمل له ديزاين علشان يتفتح على اصدارات سابقه من الانترنت اكسبلور. طيب لو انت حابب ان انت تظهر الويب سايت ده بالكومباتيبلتي فيو، يعني عايز الانترنت اكسبلور 8 الحالي يبدا يمثل ان هو انترنت اكسبلور 7 علشان يفتح لك الويب سايت كانه مفتوح على انترنت اكسبلورر 7 اللي هو اساسا مصمم علشان يفتح بيه، فبنقوم دايسين على الزرار بتاع الكومباتيبلتي فيو كده اهوت، وبيقول لك ان السي ان ان دلوقتي شغال في الكومباتيبلتي فيو، يعني هيبدا يعمل ريلود للصفحه وهتبدا الصفحه تتحمل على اساس ان هي يعني انت بتعملها براوزنج باستخدام الانترنت اكسبلورر 7. طبعا المشكلة دي او الحاجة دي ممكن جدا ما يكونش كل اليوزرز عارفينها، وعلشان كمان العملية تبقى بسيطة بالنسبة للناس مايكروسوفت قامت قايلة خلاص بصوا يا جماعة احنا هنعمل حاجة اسمها البيج تاج. البيج تاج دي عبارة عن جملة بتكتب في بداية صفحة الانترنت، بس مش انت اللي بتشوفها، دي بتبقى موجودة في السورس او في ال HTML بتاع الصفحة، يعني اللي اتكتب بيه اللغة البرمجية بتاعة الصفحة. قالت خلاص في تاج، التاج ده هو عبارة عن الكلام ده هوت، ممكن نكبره شوية كده. الكلام ده قالت ان والله لو جه اليوزر او جه الراجل الديزاينر اللي بيصمم السايت كتبه كده في اول الهيدر بتاع الصفحة، فاوتوماتيك لما السايت بتاعه هيتفتح عند يوزر عنده انترنت اكسبلورر 8
هيبدأ يحوله على الكومباتيبلتي فيو بتاع انترنت اكسبلورر 7 من تلقاء نفسه. يعني حضرتك مش هتبقى محتاج لسه ان انت تدوس على الزرار بتاع الكومباتيبلتي فيو اللي موجود هنا. وبالطبع في عندنا جروب بوليسي خاصة بموضوع الكومباتيبلتي فيو، هي اللي بتبدأ تحدد امتى يتطبق وامتى ما يتطبقش والكلام ده كله. طيب احنا علشان نفتح الجروب بوليسي دي هنقوم كده فاتحين الرن، او ممكن تفتحوا الستارت وتقوموا كاتبين جي بي ايديت ونبدأ نفتح اللوكال جروب بوليسي بتاعة المكنة بتاعتنا. جوه الجروب بوليسي في عندنا تقريبا حوالي 6 بوليسز بتتحكم في موضوع الكومباتيبلتي فيو، دول بيجوا من الكمبيوتر كونفيجريشن وبعدين الادمنستريتيف تمبلتس. وبعد ما نفتح الادمنستريتيف تمبلتس، واضح بس ان في مشكله الجهاز تقيل قوي، بنبدا نختار الويندوز كومبوننت. وجوه الويندوز كومبوننت عندنا حاجه اسمها الانترنت اكسبلورر. جوه الانترنت اكسبلورر بقى عندنا الكومباتيبلتي فيو. لو فتحنا الكومباتيبلتي فيو هنلاقي فيه عندنا اهم في 6 بوليسز بيتكلموا في موضوع الكومباتيبلتي فيو. اول حاجه اسمها تيرن اون انترنت اكسبلورر 7 ستاندرز مود. يعني ايه الكلام ده؟ هوت تعالوا كده نفتح الجروب بوليسي دي، فهنبدا نلاقي ان الطبيعي هو اللي حصل معانا من شويه، ان احنا لما فتحنا السايت محتاج الكومباتيبلتي فيو فطلب مني او اداني الاختيار ان انا اعمل عمليه مشاهده للسايت بالكومباتيبلتي فيو عن طريق ان انا دوست طبعا على الزرار بتاع الكومباتيبلتي فيو. فهو بيقول لي البوليسي دي لو انت عملت لها عمليه انيبل فده معناه ان الديفولت عندك هيكون هو الكومباتيبلتي فيو. يعني اي سايت انت هتفتحه اوتوماتيك هيتفتح كانه على ويندوز او على انترنت اكسبلورر 7. وده طبعا مش اختيار مفضل لان في سايتس اتصممت علشان تظهر بانترنت اكسبلورر 8 ويمكن اعلى من كده، فلما انت تظهرها بانترنت اكسبلورر 7 او كانها مع بتعمل لها يعني لود بانترنت اكسبلورر 7 الموضوع ده ممكن يسبب بالفعل مشكله. في عندنا بوليسي ثانيه اهي بيقول لي تيرن اوف كومباتيبلتي فيو. احنا دلوقتي لما فتحنا سايت محتاج الموضوع ده هوت ظهر الزرار اللي بيقول لي تحب اشغله لك بالكومباتيبلتي فيو ولا لا. ممكن اقول له لا والله بص انا مش عايزك اساسا تظهر لليوزر الزرار ده، يعني بالتالي انت هتعمل عمليه ديسيبل للكومباتيبلتي فيو وبالتالي اليوزر مش هيقدر ان هو يشاهد اي ويب سايت كانه معمول على انترنت اكسبلورر 7. في كمان عندنا بوليسي اسمها يوز بوليسي ليست فور او اوف انترنت اكسبلورر 7، ودي الحقيقه بوليسي ظريفه جدا. بتقول لك هنا ان انت تقدر تكتب لنا اسماء الويب سايتس اللي لو اليوزر فتحها تبدا تشغل له الكومباتيبلتي فيو. فممكن تبدا انت تحط الليست بتاعه السايتس اللي انت عايزها هنا، فبالتالي اليوزرز لما هيبدا يفتح السايتس دي هتتفتح بالكومباتيبلتي فيو اوتوماتيك من غير ما هو ما يبدا يعمل اي عمليه تدخل. دي طبعا كانت مجموعه من البوليسز اللي انتوا تقدروا تطبقوها لوكالي على اللوكال جروب بوليسي او من خلال طبعا الدومين. طيب لو رجعنا للانترنت اكسبلورر مره تانية ورحنا كده عند حاجه زي الام اس ان، طبعا لو عايزين نظهر منيو بار هنظهر منيو بار كده علشان الناس اللي كانت متعوده من زمان بقى ان يبقى في قائمه التولز وانترنت اوبشن والكلام الجميل ده كله، بالرغم ان انتوا طبعا تقدروا تجيبوه من هنا عادي، هي مفيش مشكله. ولكن خلونا الاول نتكلم حبه كده عن موضوع السكيورتي جوه الانترنت اكسبلورر. الحقيقه يا جماعه ان احنا لازم نكون عارفين ان اي ويب سايت او اي صفحه انت بتفتحها الانترنت اكسبلورر بيبدا يصنفها طبقا لمستوى من 4 مستويات في السكيورتي. طب ده بيأثر في ايه؟ ده بيأثر في تعامل البراوزر نفسه مع محتويات هذه الصفحه. يعني على سبيل المثال في صفحات لما بنفتحها بتكون عايزه تنزل كنترولر معين او عايزه تنزل كوكيز معين على الجهاز، وده شيء معروف ومشهور جدا، لكن احنا عايزين نشوف الانترنت اكسبلورر بيتعامل وبيصنف الصفحات دهيت ازاي. لو رحنا كده فتحنا القائمه بتاعه التولز وبعدين اخترنا الانترنت اوبشن كده مثلا، هنلاقي ان في عندنا تاب اسمه السكيورتي. الحقيقه ان التاب بتاع السكيورتي ده فيه 4 مستويات او 4 انواع من الزونز اللي بيتم تطبيق الشروط بتاعتها على الصفحه
اللي انت بتفتحها. ففي عندنا زون اسمه الانترنت اللي هو الزون ده، وده الزون اللي بيوضع فيه اي سايت لما ما بيكونش السايت ده موجود في الزون بتاع اللوكال انترنت او التراستد سايت او الريستريكتد سايت. يعني اي سايت انا مش قايل ان هو يتم فتحه في زون من هذه الزونز الثلاثه خلاص هيتفتح في الزون بتاع الانترنت. اما الزون بتاع اللوكال انترنت فده طبعا بيستخدم في حاله ان انت بتحاول ان انت تفتح سايت موجود في الانترنت بتاعتك، وفي الغالب الانترنت اكسبلورر بيتعرف على السايت ده وبيبدا يخلي لك الليفل بتاع الصفحه اللي انت فاتح عليها السايت ده في زون اللوكال انترنت او في نطاق السكيورتي الخاص بزون اللوكال انترنت، عن طريق ان هو طبعا بيشوف السبنت بتاع الاي بي بتاعك او حاجه زي كده يعني. بالنسبه طبعا للتراستد، امتى الانترنت اكسبلورر بيفتح لي السايت وبيطبق عليه البوليسز اللي موجوده او بيضمه او بيقوم قايل ان ده من التراستد سايتس؟ الحقيقه ان الزون ده بيتحط فيه المواقع اللي بيسمح ليها بالعمل مع اقل قدر من التامين من جهتنا احنا، ودي طبعا في الغالب بتكون المواقع اللي احنا بنواجه فيها مشاكل امنيه. امنيه يعني ايه؟ يعني على سبيل المثال كده، يمكن حاجه تكون كلكم شفتوها قبل كده، عارفين كده لما كنا يعني لما وزاره التربيه والتعليم تبدا تعمل عمليه اظهار للنتائج، او انت تدخل تجيب النتيجه من اي ويب سايت مثلا، بيشترطوا ساعتها ان انت لازم يقول لك لما تظهر لك الرسالة الفلانية اللي فيها تحذير قول يس، ومش عارف لما يظهر لك رسالة عاملة ازاي اعمل كذا. ليه كل ده بيحصل؟ اصل الحقيقة ان الويب سايتس دي بتحاول ان هي تنزل حاجات الانترنت اكسبلورر بتاعك بيرفض تنزيلها، نظرا لانه بيفتح الويب سايت بشروط الزون بتاع الانترنت. فانت الحقيقة ان انت محتاج تفتح الويب سايت ده وتقوم قايل ان السايت ده تراستد. يعني ايه تراستد؟ يعني ما تحطش عليه قيود امنيه كتير من جهتي انا، من جهه الانترنت اكسبلورر، وبالتالي السايت هيتفتح باقل قدر من المواجهه الامنيه او باقل قدر من الحمايه بالنسبه للجهاز بتاعي. وطبعا عشان اختار حاجه زي كده السايت، لازم السايت ده يكون تراستد، يعني انا اكون عارف ان هو سايت امن وكل حاجه، ولكن انا مختار ان هو تراستد لان في كوكيز او في اكتيف اكس كنترولر او في جافا مثلا محتاجة ان هي تشتغل، وطبعا مش هتشتغل طول ما السايت ده بيتفتح بالرولز او بالقوانين بتاعة زون الانترنت. نيجي لاخر حاجة وهي الريستريكتد سايت او الزون الخاص بالريستريكتد سايت. الحقيقة ان الريستريكتد ده عبارة عن زون بيتحط فيه كل المواقع اللي ممكن ان هي تكون بتشكل خطر على الجهاز بتاعك. يعني مثلا هو انا ليه اساسا ادخل على سايت بيشكل خطر؟ والله بعضنا يعني مش كلنا بيحب ان هو يجيب الكراكس بتاعت مجموعة من البرامج. فكلنا طبعا عارفين ان السايتس اللي انت بتجيب منها الكراكات والكي جنريتورز والحاجات اللي احنا بنبوظ بيها السوفت وير ده هيت كلها، يعني الحاجات دي بتبقى موجودة في مواقع مش قانونية، وبالتالي ممكن جدا يحصل لك مشكلة في الجهاز بتاعك بسبب حاجة صغيرة الموقع ده ينزلها لك مع الشيء اللي انت بتنزله او مع الكي جنريتور اللي انت بتنزله. فانت علشان تتعامل مع السايت ده بكل حذر، يعني كأنك بتشغل كل الدفاعات اللي موجودة عندك بالنسبة لهذا السايت، فانت بتقوم حاطط السايت ده في الريستريكتد سايت. يعني لما تيجي تزوره الانترنت اكسبلورر بيكون قافل كل الثغرات تقريبا اللي ممكن من خلالها ينزل اي حاجة من السايت ده غير الشيء اللي انت بتتعامل فيه. هو ممكن ينزل حاجه تانية غير اللي انا عايزها؟ اه طبعا ممكن، كلنا عارفين ان انت ممكن تدخل على سايت تبقى بتعمل داونلود لحاجه واوتوماتيك ينزل كوكيز يبوظ لك الدنيا، او ينزل لك مثلا اكتيف اكس كنترولر يبوظ لك الدنيا كلها وهكذا. طبعا احنا بنبدا نتحكم في الموضوع ده هوت من هنا، ممكن تختار لوكال انترنت او تقوم قايل ان دي تراستد، او ممكن تقوم قايل ان ده ريستريكتد. تمام. طيب لو انت بقى حبيت تغير، احنا بنقول ان انت لما بتفتح سايت مثلا وتقوم قايل ان هو تراستد في شويه رولز بتتحط عليه. طيب انا عايز اشوف الرولز دي، يعني عايز اقول له تاني مره لما افتح لك سايت وانت تصنفه ان هو هيتفتح بالرولز او بالقوانين اللي بتمشي على زون الانترنت، فانا مش عاجبني الليفل الحالي او مش عاجبني الكونفيجريشن الحالي، ممكن اقوم قايل له كاستم ليفل كده
وابدا اقوم قايل له والله لما سايت يتفتح في زون الانترنت مثلا عايز الاكس اي ام ال براوزر ابلكيشن تبقى مثلا ديسيبلد مثلا. فانت كده بتبدا تغير في الديفولت ليفل بتاع السكيورتي الخاص بزون الانترنت. نفس الكلام لو انا رحت عند ريستريكشن وقمت قايل له كاستم ليفل كده، فهقدر ان انا اقوم قايل له برضو خدتوا بالكم هنا معمول ديسيبل باي ديفولت، انا ما عملتش حاجه مع ان كان في زون الانترنت كان معمول لها انيبل، لكن انت علشان هنا بتقول ان انت في الزون بتاع الريستريكتد فدي القوانين بتاعه الحمايه الديفولت اللي محطوطه في هذا الزون واللي هتطبق على اي سايت يتم فتحه او تصنيفه لكي يفتح تحت مسمى الريستريكتد سايتس. طيب دي الرولز بتاعه كل زون. طب ازاي انا بقى اخلي سايت معين يتفتح بالريستريكتد سايت او يبقى تراستد او اخليه لوكال؟ طبعا الانترنت اكسبلورر اوتوماتيك بيبدا يعمل عمليه تصنيف للسايتس لوحده، لكن انا ممكن انا بنفسي اللي احط سايت معين يتفتح كانه تراستد او يتفتح كانه ريستريكتد، او احطه او ما قال له ده لما اجي افتح سايت معين السايت المعين ده يتفتح بالشروط بتاعه اللوكال انترنت وهكذا. فعلى سبيل المثال لو مثلا السايت بتاع الياهو انا عايزه بدل ما يتفتح ويبقى في زون الانترنت انا عايزه يتفتح في الزون بتاع اللوكال انترنت، فممكن اقوم دايس على لوكال انترنت واقوم قايل له سايتس كده، وبعدين هقوم دايس على ادفانسد واقوم قايل له بص السايت اللي اسمه 3w اكتبها له كده دوت مثلا ماشي الياهو دوت كوم، او خلينا في الجوجل لانه سيف اكتر الحقيقه، دوت كوم دوت اي جي. ده لما يتفتح يتفتح في اللوكال وهو ما يقول اوكي كده و اوكي. تعالوا بقى نفتح الجوجل كده دوت كوم دوت اي جي. ايه اللي حصل؟ خلوا بالكم كويس قوي، سايت الجوجل هيتفتح وكل حاجه وده شيء جميل، بس هيتفتح بالقواعد اللي بتطبق على المواقع اللي بيتم فتحها بقواعد اللوكال انترنت. طب انا اعرف منين السايت اللي قدامي مفتوح ومطبق عليه انهي قاعده؟ بصوا كده في الستيتس بار مكتوب ايه، مكتوب لوكال انترنت. اذا السايت ده السكيورتي اللي بتطبق عليه لما تيجي انت تفتحه هي السكيورتي الخاصه باللوكال انترنت زون. امال يعني لو انا فتحت الام اس ان اللي فات لا هتختلف العمليه. بص كده هيتكتب ايه، هيقوم قايل لي الاول unknown زون وبعد كده هيقول لي لا ده اتفتح تحت زون الانترنت. طب انا ممكن احط سايت في الريستريكشن ولما يتفتح هنا يتفتح ريستريكشن؟ اه خلاص بقى احنا عرفنا اهو كده، ونروح رايحين عند السكيورتي ونروح عند الريستريكشن واقول له بص لما اجي افتح لك سايت اسمه مثلا نخلي سايت ايه ريستريكشن. خلوا بالكم ان في بعض السايتس لو اتفتحت واتطبقت عليها رول الريستريكشن ممكن ما تتفتحش اساسا. فتعالوا كده نجرب الاول الياهو دوت كوم ونشوف ايه الاخبار، هيرضى يتفتح كريستريكت سايت ولا لا. ادي ياهو ونشوف كده ايه الاخبار. فطبعا هيحولنا زي ما احنا شايفين كده على السايت بتاع مكتوب، فلو بصينا كده هنلاقي ان هو صنفه كزون الانترنت. طب ازاي؟ الحقيقه ان السايت اللي اتفتح هو مكتوب دوت ياهو دوت كوم. طيب تعالوا كده نقول له لا والله احنا عايزينك تفتح السايت بتاع ميل دوت ياهو دوت كوم، او ممكن نعمل اد لده او نقوم كاتبين ميل دوت ياهو دوت كوم، ده عايزينه لما يتفتح يبقى ريستريكتد، فنقوم كاتبين ميل دوت ياهو دوت كوم. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هو فتح للسايت وكل حاجه بس قال لي ريستريكتد سايت. طب هل دي مشكله؟ اه مشكله، ممكن جدا لما تيجي انت تدخل اليوزر نيم او الباسورد بتوعك
ما يرضاش يبعت المعلومات بتاعة اليوزر نيم او الباسورد اللي انت ادخلتها من خلال هذا السايت، لانه بيتعامل معاه على انه ريستريكتد سايت، يعني ننزل منه بحدود، لكن ممكن ما يرضاش ان هو مثلا يبدأ يبعت له معلومات. طيب دي الاربعة سيكيورتي زونز اللي موجودة جوه الانترنت اكسبلورر 8، واكيد موجودة برضو في الانترنت اكسبلورر 9 كمان يا جماعة. طبعا احنا في المتصفحات التانية اللي احنا متعودين نستخدمها نتيجة التاريخ اللي بعضنا بيعتبر ان هو تاريخ سيء بالنسبة للانترنت اكسبلورر في عملية السرعة والكراشات اللي بتحصل اثناء التصفح، كان في خاصية كده في جوجل كروم تخليك، بس انا مش فاكر الحقيقة التبويب بتاعها اسمه ايه، تخليك تعمل عملية تصفح بس ما تتخزنش في الهيستوري ولا تتخزن في اي حاجة. انت اي نعم تقدر تشيل او تعمل كلير الهيستوري فيما بعد، ولكن العملية اساسا مش بتسجل في الهيستوري. الحقيقة ان الانترنت اكسبلورر فيه الموضوع ده، ولكن مايكروسوفت يعني مش موضحاه او مش حاطاه في مكان ظاهر. يعني انت لو حبيت ان انت تعمل برايفت براوزنج، يعني تعمل براوزنج ومحدش يشوف الحاجة اللي انت عملتها دي في الهيستوري اساسا مش هتتسجل خالص، فممكن جدا تعملوا رايت كليك على الايكون بتاعه الانترنت اكسبلورر دي وتختار حاجه اسمها ستارت ان برايفت براوزنج. دي الحقيقه بتقوم فاتحه لك ويندو اسمها ان برايفت. اي حاجه انت هتكتبها في الويندو دي ما انتش هتشوف، ما انتش يعني او اي حد هيشتغل على الجهاز بتاعك ده مش هيشوف الحاجه اللي انت عملت لها عمليه تصفح. فدي طبعا من الحاجات الخاصه بالسكيورتي المفروض نكون احنا عارفينها. الحاجة التانية اللي عايزين نتكلم عليها، في عندنا حاجة اسمها الادونز. الادونز دي هي عبارة عن شوية حاجات صغيرة كده بيستخدمها الانترنت اكسبلورر علشان يبدأ يسهل عمل اليوزر اللي هو احنا يعني اثناء عملية البراوزنج. زي على سبيل المثال كده، بصوا انتوا لما بتنزلوا او بتشتغلوا بالانترنت اكسبلورر لاول مرة بتلاقوا اوتوماتيك البار بتاع بينج ده. بينج ده طبعا السيرش الخاص بمايكروسوفت. طيب انت عايز تحط جوجل، يعني انت ما انتش عاجبك ان انت تعمل عملية سيرش عن طريق بينج ده، انت عايز تعمل سيرش عن طريق جوجل. ولما تيجي انت تقوم كاتب هنا اي حاجة ملهاش معنى، يعني مثلا تقوم كاتب مثلا عرب هاردوير مثلا بس كده، تمام؟ انت كده كأنك بتقول له اعمل لي سيرش. مين اللي عمل السيرش؟ بينج برضو. طب ليه مش جوجل مثلا هو اللي عمل السيرش ده؟ الحقيقه ان احنا لو فتحنا قائمه التولز كده وقمنا جايبين حاجه اسمها مانج ادونز، هنلاقي في عندنا كذا نوع من انواع الادونز دي. وطبعا في كل، يعني هي مقسمه لكاتيجوريز وكل كاتيجوري فيها بيعمل حاجه معينه، ولكن تعالوا نمسك حاجه زي السيرش بروفايدر. هنلاقي ان بينج هي عباره عن السيرش بروفايدر اللي موجود في الانترنت اكسبلورر. تقدر ان انت تعمل له عمليه ديسيبل، يعني هو بيقترح عليك احيانا في السيرش زي ما جوجل كده لما بتيجوا تكتبوا بيقترح عليكم في السيرش. انت ممكن تعمل ديسيبل لعمليه الاقتراحات اللي هو بيبديها دي، وممكن كمان تقوم قايل له بص انا عايزك تعمل لي عمليه اضافه او تدور لي على سيرش بروفايدرز تانية. فلو قمنا قايلين له سيرش مور سيرش بروفايدر كده، هيقوم جايب لكم مجموعة سيرش بروفايدر غير بينج بحيث ان انتوا تقدروا تستخدموها في البراوزر بتاعكم. فبيبدأ يفتح لنا الانترنت اكسبلورر حاجة اسمها الانترنت اكسبلورر جاليري، وده عبارة عن سايت كده مايكروسوفت عاملاه علشان يبقى فيه مجموعة ادنز اليوزر يبدأوا يستخدموها. طبعا في حاجات خاصه بالسيرش، حاجات خاصه بالسوشيال، وحاجات خاصه بالشوبينج والترافل والفيديوز وهكذا. فممكن ببساطه جدا تقوموا قايلين له والله احنا عايزين نختار جوجل علشان يبقى هو ده السيرش بروفايدر بتاعنا بس كده. باختيارك جوجل علشان يبقى هو ده السيرش بروفايدر بتاعك، فبيبدأ بالتبعية، هو بيحمل لك صفحة، ومن خلال الصفحة دي بتقوم قايل له ان انت عايز تقاد الجوجل سيرش للانترنت اكسبلورر بتاعك. بيقول لك طيب تحب ان ده يكون هو الديفولت سيرش بروفايدر؟ فلو قلت له اه خليه هو ده الديفولت سيرش بروفايدر، ف وقمت قايل اد، فخلاص كده الجوجل هيبقى هو الديفولت سيرش بروفايدر بتاعي. فلو بصيت هنا هلاقي ان المكان المخصص لعملية السيرش اصبح جوجل،
واصبح ان حضرتك لما هتقوم كاتب اي شيء هنا هيتم البحث فيه داخل سايت جوجل. دلوقتي نقدر لو فتحنا التولز كده وقمنا جايبين المانج ادنز ورحنا عند السيرش بروفايدر، فعندي جيل بينج وعندي جوجل، تمام. تقدروا طبعا ان انتم تغيروهم، يعني تخلي جوجل ده هو الاولاني من هنا، تقوم قايل له موف اب مثلا، تمام. وبكده تبقى انت خليت السيرش بروفايدر بتاعك هو جوجل مش بينج يعني، تمام. طيب في كمان عندنا حاجات زي الاكسلريتورز كده. الاكسلريتورز الحقيقه هي عباره عن برضو ادونز بتبدا تعمل عمليه الصراع في بعض المهام اللي اليوزر بيعملها. زي ايه؟ تعالوا كده نشوف حاجه بسيطه قوي. احنا دلوقتي لو قمنا فاتحين مثلا ام اس ان، وبعد كده قمت جاي مثلا على اي كلمه زي مثلا فاميلي دي وعملت عليها، اتشالت للاسف. طيب لو جينا عند يوز دي دي اس دي لينك، ف يعني لو جينا على اي لينك من اللينكس دي وعملنا سيلكت كده وبعدين فتحنا البوكس ده، البوكس ده بيظهر اوتوماتيك. وقمنا قايلين ترانسليت ويز بينج، هنلاقي الكلام اللي احنا علمنا عليه اتعمل له عمليه ترانسليشن، تمام. دي بالظبط حاجه بتسرع لك الموضوع، بدل يعني ما تاخد الكلام كوبي وبعدين تفتح جوجل مثلا ترانسليشن وبعدين تعمل بيست والكلام ده كله، لا دي اسمها الاكسلريتورز. الاكسلريتورز برضو يا جماعه تقدروا ان انتوا تغيروا فيها زي ما انتوا عايزين، يعني ممكن تروحوا كده عند الاكسلريتورز وتقوموا قايلين له فايند مور اكسلريتورز، زي مثلا لو في كلام انت هتبعته ايميل فانت بتقوم تعلم على الكلام وتقوم قايل له ايميل ويز ويندوز لايف كده مثلا. لو انا علمت على الكلام ده هيظهر لي البوكس ده، ممكن قوي اقوم قايل له ايميل ويز ويندوز لايف، فاوتوماتيك يتفتح لي الصفحه بتاعه الايميل ويتحط الكلام ده هو جوه الميل مسج اللي انا هبعته. لو انتوا عايزين اكسلريتورز تانيه فممكن جدا نقوم رايحين كده ونقوم جايبين ادي الاكسلريتورز ونقوم قايلين له فايند مور اكسلريتورز، فبيبدا هو يجيب لك مجموعه اكسلريتورز برضه من السايت بتاع الانترنت اكسبلورر جاليري. فدي يعني جزء من الحاجات اللي اتفتحت. ممكن تختاروا الادونز بتاع اليوتيوب مثلا، فانت لما هتعلم على كلمه ممكن تلاقي في القايمه اللي ظهرت لك ان هو يبدا يعمل سيرش عن الكلمه دي في السايت بتاع اليوتيوب وهكذا. ده الحقيقه المقصود بالاكسلريتورز. يمكن ناس كتير مننا ما كانتش تعرف الحاجات دهيت عن انترنت اكسبلورر، بس هو الحقيقه انترنت اكسبلورر برنامج كويس، مش وحش للدرجة اللي احنا متصورينها، ولكن يمكن علشان بس ما كانش ظاهر الامكانيات اللي موجودة فيه، بالرغم ان هي موجودة طبعا في البراوزرز التانية، ولكن هي موجودة في الانترنت اكسبلورر برضو، فجربوا تستخدموها لربما تلاقوها احسن من البراوزرز التانية يعني. الموضوع التاني اللي هنتكلم فيه ان شاء الله النهاردة هو موضوع الريموت مانجمنت. والحقيقة عملية الريموت بتنقسم لحاجتين زي ما احنا عارفين، وهي الريموت ديسكتوب والريموت اسيستنس. في حاله الريموت ديسكتوب طبعا احنا عارفين ان انت علشان تقدر تعمل عمليه ريموت ديسكتوب لجهاز تاني، فالجهاز التاني ده لازم يكون عليه ويندوز 7 التميت او انتربرايز او بروفيشنال. كنا شفنا ان انت علشان تقدر تعمل عمليه الريموت لازم الاول تسمح بان الجهاز ده هو يتعمل له موضوع الريموت، وده طبعا بيبقى عن طريق ان احنا بنجيب البروبرتس بتاعت الماي كمبيوتر كده، او بتجيبوا الايكون بتاعت السيستم من الكنترول بانل، وبعدين بتقوموا رايحين عند الريموت سيتنج وبتقوموا قايلين ان انتوا عايزين تخلوا الجهاز ده يكون ايبل او في امكانيه ان هو يتعمل له ريموت. خلوا بالكم ان انا بتكلم دلوقتي على الريموت ديسكتوب، وهو ان انت تبدا تعمل ريموت للجهاز بتاعك. اول حاجه طبعا ان انت لازم تقوم قايل له الاو ريموت، لا سوري مش الاو ريموت اسيستنس، دي تاني موضوع هنتكلم عنه اسف. اول حاجه طبعا لازم تقوم قايل له الاو كونكشن فروم كمبيوتر رانينج اني فيرجن اوف ريموت ديسكتوب، او ان انت تقوم قايل له الاو كونكشنز اونلي فروم كمبيوتر رانينج ريموت ديسكتوب ويز نتورك ليفل اوثنتيكيتد مور سكيور. الكلام ده كنا اتكلمنا عنه واحنا بنتكلم في الجزء الخاص بالسيرفر قبل كده. قلنا ان انت عندك ثلاث اختيارات، يا اما ما تسمحش بوجود ريموت ديسكتوب، يعني الجهاز ده ما يتعملوش ريموت ديسكتوب خالص،
او ان يتعمل له ريموت ديسكتوب سواء كان سكيور او مش سكيور. وقلنا معنى ان هو هيبقى سكيور يعني تقدر عن طريق مثلا جهاز ويندوز اكس بي بالريموت ديسكتوب كونكشن او السوفت وير بتاع الام اس تي اس اللي موجود على الويندوز اكس بي تقدر تريموت بيه جهاز عليه 7 زي الحاله اللي احنا فيها دي دلوقتي، او ان انت تقوم قايل لا والله اللو كونكشن اونلي من الكمبيوترز اللي هي بتعمل كونكشن مور سكيور، يعني لو انت عملت كونكشن باستخدام الام اس تي اس اللي موجوده في ويندوز 7. سواء اخترت ده او اخترت ده، في كلتا الحالتين يعني بتبدا تختار سيلكت يوزرز وبتبدا تختار بقى اليوزر اللي انت عايز تعمل بيه عمليه الكونكشن. وطبعا اليوزر ده لازم يكون ادمنستريتور يوزر او يكون ليه باسورد، يعني لو يوزر ملهوش باسورد فانت مش هتقدر ان انت تعمل بيه عمليه الريموت. يعني ده كل اللي مطلوب منك بالنسبه للجهاز اللي انت هتعمل له عمليه الريموت. اما بالنسبه للجهاز اللي انت هتعمل من عليه الريموت لهذا الجهاز، فكل اللي بيحصل ان انت بتقوم كاتب msts كده وبتبدا بس تقوم كاتب الاي بي بتاع الجهاز او الدومين. ازاي يعني نكتب الدومين؟ بسيطه والله، ممكن انت جدا تقوم جايب كده الاي دي اس ال اللي عندك في البيت وتكلم الشركه اللي انت واخد او الاي اس بي اللي انت واخد منه الانترنت وتقول له ان انت عايز تاجر مثلا اي بي، فيقوم قايل لك طيب مثلا الاي بي ده ب 10 جنيه في الشهر، فبدل ما انت مثلا ما بتدفع 95 جنيه في الشهر هتدفع 105 جنيه في الشهر. طيب بعد ما خدت الاي بي في قدامك حاجه من الاثنين ممكن تعملهم، يا اما تقوم رايح في المودم بتاعك او في الاي دي اس ال راوتر اللي عندك يعني، وتقوم رايح كده عند حته كده اسمها البورت فورورد. عند البورت فورورد دي بتقوم انت قايل له لما حد يجي يتكلم معايا على بورت معين ابدا مثلا وجه الكونكشن للجهاز اللي جوه النتورك بتاعتي اللي الاي بي بتاعه كذا، وتحديدا يعني هو بورت 3389، يعني الريموت ديسكتوب الليسننج بورت بتاعه هو 3389 او 3389. يعني انت لما بتقوم كاتب الاي بي بتاع الجهاز بتاعك اللي هو الريال اللي انت اجرته من الشركه بتاعتك وانت قاعد في الشغل مثلا وانت مأجر الرقم ده على المودم اللي موجود في البيت، فبتقوم كاتب الاي بي بتاع الجهاز وبتكون عملت في المودم بتاع البيت بورت فورورد علشان لما اي كوميونيكيشن تجي له على البورت بتاع 3389 يعمل لها فورورد للاي بي الداخلي اللي هو بيبقى مثلا زي 10.0.0 اي حاجه انت حاططها او الاي بيهات البرايفت اللي احنا معتادين عليه. بعد كده بتقوم قايل كونكت وبيبدا يتعمل الكوميونيكيشن. طيب في دلوقتي حد مفروض يسال سؤال، انا حاسس ان حد فيكم عايز يسال السؤال ده. انا دلوقتي لو في الشغل بقى يعني انا عايز اكونترول او اريموت الجهاز اللي في الشغل، والحقيقه ان الشغل فيه اكتر من جهاز مش جهازي لوحده يعني، ففي عندنا مثلا 5 أو 6 أو 10 أو 100 جهاز يعني، فازاي بقى هقوم قايل للمودم اللي في الشغل لو انتوا عندكم اي دي اس ال اعمل بورت فورورد لما حد يجي يكلمك على البورت رقم 3389 ده تي سي بي تبدا توديه على الجهاز اللي جوه النتورك اللي الاي بي بتاعه مثلا 10.0.0.2 او 192.168.1.5 مثلا. ازاي يعني؟ طب ما هو انا عندي كذا جهاز فانا عايز اريموت اللي هو 192.168.1.5 و1.6 و1.7 و1.200 وهكذا. طب نعمل ايه؟ والله بسيطة، انت ممكن تقوم عامل اكتر من بورت فورورد بشرط ان الجهاز اللي انت هتعمل له ريموت، احنا لسه قايلين من شوية ان الديفولت بورت للريموت ديسكتوب هو 3398. ممكن قوي على جهاز زي ده هعتبر ان انا عايز اعمل له ريموت وزميلي خلاص عمل البورت فورورد على 3398 ده هوت او 89، طب انا عايز اريموت جهازي وانا قاعد في بيتنا برضو اعمل ايه؟ بسيطة، ممكن تقوموا فاتحين الستارت كده وتقوموا فاتحين الريجستري اديتور، تمام؟ جوه الريجستري بقى تقدر ان انت تغير البورت اللي بيتعمل بيه لسن للريموت ديسكتوب. ازاي؟ اول حاجة طبعا بتقوموا داخلين في ال HK local machine، انا فتحتها بس الاول كده علشان متاخدش مننا وقت كبير. بعد كده بتقوموا رايحين عند السيستمز، جوه السيستم في عندنا حاجه اسمها كرنت كنترول سيت، جوه الكرنت كنترول سيت بنقوم فاتحين الكنترول، ولو نزلنا في الكنترول دي هنبدا نلاقي فيها حاجه اسمها التيرمينال سيرفر.
جوه التيرمينال سيرفر ده في عندنا حاجة اسمها وين ستيشن، وجوه الوين ستيشن بنلاقي الار دي بي او الريموت ديسكتوب بروتوكول تي سي بي. جوه الحقيقة الار دي بي بتلاقوا هنا تحت كده حاجة اسمها بورت نمبر. لو فتحنا البورت نمبر واخترنا ديسيمل كده علشان نشوف الارقام، فبنلاقي ان الديفولت بورت اللي الجهاز ده بيعمل بيه لسن، يعني مستني حد يكلمه على البورت ده علشان يرد كريموت ديسكتوب، ممكن انت تقول له لا والله بص انت خليه ايه 3 3 مثلا 90. طب بعد ما عملته 3 3 90 ايه اللي هيحصل؟ خلاص الجهاز ده لما نحب نعمل له عمليه ريموت ابقى اكتب الاي بي بتاع المودم بتاعك بس نقطتين وتلاتة تلاتة تسعين. ازاي؟ احنا لو جينا هنا كده احنا سمحنا طبعا للجهاز ده هو ان هو يعمل ريموت، وتعالوا نحط باسورد للاكاونت الحالي بتاع الجهاز ده هو. نروح كده عند لوكال يوزرز وجروب ويوزرز ونعمل سيت باسورد، ممكن تغيروا اسم الاكاونت سموه PC1 مثلا عشان نبقى عارفين ده اني واحد، تمام. وبعد كده نبدأ نحط له باسورد ولتكن مثلا اي حاجة، تمام. طيب كده اليوزر ده بقى ليه باسورد. تعال بقى نسمح بان اليوزر ده هو اللي يعمل عملية الريموت. هنقوم قايلين اد كده ونقوم جايبين اليوزر اللي هو PC1 ده ونقول له اليوزر ده هو اللي هيعمل الريموت، وطبعا لسه مكتوب بنفس النيم الاولاني. طيب كده انا خليت الجهاز ده مؤهل لان هو يتعمل له عملية ريموت. طيب تعالوا نروح نفتح الجهاز التاني. ادي الجهاز التاني، فهنكتب فيه الاي بي بتاع الجهاز الاولاني اللي هو 10.0.0.1، والجهاز ده الاي بي بتاعه 10.0.0.2 على ما اعتقد. اتاكد بس عشان ما يبقاش فيه كونفليكت في الاي بي، تمام. بعد كده هنقوم حاطين نقطتين ونكتب البورت اللي احنا هنعمل بيه الكونكشن، لان انا لو سبتها من غير الجزء ده فالكونكشن هيتم على 33 98 او سوري 89 زي ما قلنا في الاول. طيب هنقوم قايلين كونكت كده، فهيقول لي اليوزر نيم بتاعي، هقوم قايل له اسمه PC1 والباسورد بتاعتي اهي، ونقوم قايلين اوكي، فهيبدا يعمل انشيت للكونكشن بالبورت ده. بالطريقه دي تقدر ان انت تعمل عمليه الريموت ديسكتوب على اجهزه كتير عندك في الشغل بالشكل ده بدون اي مشكله، يعني مش لازم يعني يكون هو جهاز واحد اللي يتعمل له يعني موضوع الريموت ديسكتوب، ممكن اكتر من جهاز. كل موضوع ان انت هتبدا بس تغير البورت، تمام. طيب ده كانت الطريقه الاولانيه، اهو كده الريموت ديسكتوب خلاص اتعمل، فهنقوم قايلين ديسكونكت بقى. طبعا لو انا رجعت هنا هلاقي الجهاز عامل لوج اوف، فهقوم كاتب الباسورد بتاعتي تاني عشان اعمل لوكالي لوج ان مرة تاني.
تاني نوع موجود معانا هو موضوع الريموت اسيستنس. الريموت اسيستنس عبارة عن جهازين، جهاز بيطلب ان هو يتساعد، يعني بيبعت انفيتيشن لجهاز اخر اسمه البروفايدر اللي هو بيمده بهذه المساعدة. فطبعا اول حاجة ان احنا هنقوم رايحين كده فاتحين الكنترول بانل علشان نسمح بوجود او بعمل يعني الموضوع بتاع الريموت اسيستنس ده. فبنفتح ايقونة السيستم، او ممكن تعمل رايت كليك على ماي كمبيوتر ونختار ريموت سيتنج، وهنلاقي بقى عندنا التشيك بوكس اللي اسمه allow remote assistance connection to this computer، اسمح بوجوده. بعد كده بنبدأ نحدد فترة صلاحية الانفيتيشن دي، فبنقوم قايلين advanced كده، فبنلاقي ان هو في الريموت كنترول allow this computer to be controlled remotely، اسمح ان الكمبيوتر ده يتعمل له عملية كنترول او تحكم من الخارج. طيب الانفيتيشن، عايز الانفيتيشن دي يكون فترة صلاحيتها قد ايه؟ minutes ولا days ولا hours؟ ممكن نختار days. قد ايه؟ ممكن تختار اي عدد من الايام زي ما انت عايز، لحد 99 يوم. ممكن كمان تقوم قايل له ان الانفيتيشنز دي ما ينفعش ان هي تتعمل، او ما ينفعش ان كمبيوتر يكنترول الكمبيوتر بتاعي الا اذا كان ويندوز فيستا. تمام. طيب انا هقوم قايل اوكي. طيب هو هنا بيقول لنا بس ان الماكسيمم اكسباير بيريود 30 يوم، عايزني اختار انا سوري كنت اخترت اكتر من 30 بالنسبه للدايز. طيب انا اخترت كده 30 يوم. بعد كده هنقوم قايلين اوكي، وكده انا سمحت بان الجهاز ده يتعمل له ريموت. تاني حاجه بقى هتبدا تشغل الخدمه بتاعه الريموت اسيستنس. ازاي؟ هنفتح كده الستارت منيو وهنقوم كاتبين ويندوز، ريموت اسيستنس. طبعا لازم نشغل السيرفيس دي علشان الجهاز يبقى قابل ان هو يعني يتم التحكم فيه من الخارج بالانفيتيشنز اللي انا هبعتها دي. الويندوز ريموت اسيستنس بتفتح معايا ويزرد كده، فهقوم قايل انفايت سام ون يو تراست، هتبدا تدعو حد يعني انت بتثق فيه، وبيقول لك عايز الانفيتيشن دي تروح للشخص ده ازاي، فهتقوم قايل له ان انت هتعمل لها عملية سيف، ممكن نخزنها في فايل يعني. طب ولو انا مش هخزنها في فايل وعايز استخدم الطريقة بتاعت ايزي كونكت، الحقيقة في الحالة دي انا محتاج الاي بي سيك، فانا علشان ما عنديش اي بي سيك دلوقتي، فهقوم قايل له سيف الانفيتيشنز دي في فايل مثلا، ونخلي الفايل ده على الديسكتوب ونسميه انفيتيشن. بعد كده هنقوم قايلين سيف. بعد كده بيقول لي ادي الكود ده للشخص اللي هيساعدك، اللي انت يعني ناوي تديله الانفيتيشن. تمام. ليه؟ اصل مش اي حد هياخد الملف ده يشغله من على جهازه ويقدر يتحكم في جهازي، ده الملف ده معمول له انكريبشن، وبالتالي ليه باسورد، فالباسورد دي هي اللي الشخص اللي انا هديله الملف بتاع الانفيتيشن لازم تكون معاه علشان يقدر يفتحها ويقدر يتعامل مع الجهاز ده. فانا هاخد كده الفايل ده كده وهبدا اخزنه في نوت زي دي كده، وده الباسورد بتاع طيب الجهاز بقى اللي هيبدا ياخد الانفيتيشن، يعني الشخص اللي هو البروفيشنال اللي هيساعدني في المشكله اللي انا هديله ملف الانفيتيشن والباسورد بتاعته، ده يعمل ايه على جهازه يعني علشان يبدا يستخدم الكلام اللي انا عملته ده؟ الحقيقة لو رحنا هنا هوت كده عند الجهاز اللي هو ويندوز 7 التاني، وبعدين قمنا فاتحين الستارت وقمنا كاتبين برضو ويندوز ريموت اسيستنس، هنفتح نفس الويزرد يعني، فهيقول لي نفس الكلام، هيقول لي تحب انفايت 1 ولا انت اللي هتهلب سب 1؟ هقول له لا، ده انا اللي ههلب سب 1، انا اللي هساعد حد. يقول لي طيب بما انك هتهلب سمون هتستخدم الايزي كونكت ولا هتستخدم الانفيتيشن فايل؟ طبعا انا معايا انفيتيشن فايل. هيقول لي فين بقى الانفيتيشن فايل؟ فطبعا هدوس هنا
ولازم الانفيتيشن فايل يكون موجود عندي. فانا هنقله من المكنه دي كده، ممكن طبعا تحطوه في فايل شير او اي حاجه من الحاجات دهيت، ولكن انا هاخده كوبي كده على الجهاز الفيزيكال بتاعي، وبعدين اروح للمكنه اللي هي السيفن الثانيه واعمل بيست هنا بحيث ان هما يبقوا الاثنين موجودين على الديسكتوب. بعد كده هنقوم رايحين عند الديسكتوب واقول له والله الملف بتاع الانفيتيشن اهو كده، انا اخترت الملف بتاع الانفيتيشن. هيقول لي حط لي بقى الباسورد اللي هي بتفتح الملف ده، طبعا الباسورد موجوده هنا، فنقوم فاتحين الفايل ده كده ونقوم جايبين هذه الباسورد كده ونقوم حاطينها هنا ونقوم قايلين اوكي. هيبدأ يعمل كونكت وبيقول لي waiting for acceptance. لو رحت عند الجهاز الثاني هلاقي انه بيقول لي would you like to allow PC2 اللي هو اليوزر اللي انا شغال بيه to ان هو يبدأ يعمل كونكت الكمبيوتر بتاعك. فمجرد ان انا هدوس yes ده جهاز الشخص اللي هو محتاج المساعدة، فهقوم قايل yes خليه يتحكم في الجهاز بتاعي. هنا بقى بيبقى في عندنا حاجتين، انا دلوقتي شغال على ويندوز 7 اللي هو الجهاز اللي بعت الانفيتيشن. ممكن نعمل هنا ملف نسميه مثلا 1 علشان تبقوا معلمين المكنه دي اللي طالبه المساعده. لو نقلت عند الجهاز الثاني ده اللي عامل مساعده، الجهاز بتاع بي سي 1 ده مجرد ان هو ويندو ظاهره عنده، يعني ويندو انا الديسكتوب بتاعي لو حبيت اجيبه اهو كانك بالظبط عامل ريموت ديسكتوب، وادي الايكون اللي لما افتحها اشوف الويندو بتاعت الشخص الاخر يعني. فممكن جدا ابدا ان انا ايه اساعد الراجل دهوت. ممكن اطلب منه حاجه اسمها ريكوست كنترول، اقول له لو سمحت انا عايز اخد منك الكنترول. يعني ايه اخد منك الكنترول؟ اصل هو دلوقتي لما بيحرك الماوس انا اشوفه لكن انا ما اقدرش اعمل حاجه، يعني بصوا مفيش حاجه انا اقدر اعملها. فممكن اقوم اقول له انا عايز الكنترول عشان اقدر اساعدك، فاقوم قايل له ريكوست كنترول. الرساله دي ظاهره عنده، الرساله دي ظاهره عنده، فانا لو رحت عند ويندوز 7 كده هنا قمت قايل له سيب الراجل ده هوت يعمل كنترول على جهازي، انا ما زلت اقدر اتحكم في جهازي اهو لانه جهازي، بس كمان هو كمان يقدر يتحكم دلوقتي في الجهاز، يعني احنا الاثنين نقدر ان احنا نشتغل مع بعض في نفس الجهاز. ممكن نقوم دايسين شات واقدر ان انا ابعت له او قايل له هاي مثلا، تمام. وجوه السيتنج ممكن نعمل سيف لللوج، وممكن نعمل اكستشينج الكونتاكت انفورميشن لو كان في ايزي كونكت. ايزي كونكت ده سوفت وير صغير كده بننزله من مايكروسوفت. ممكن تقوم انت عامل ستوب شيرنج، يعني خلاص انا مش عايز اتحكم تاني في الجهاز بتاعك، انا صلحت لك المشكله اللي عندك، والعمليه بالطريقه دي بتبقى يعني انتهت ما فيهاش اي مشكله وبس. اعتقد ان الموضوع بسيط ما فيهوش مشكله، وهو ده بقى موضوع الويندوز ريموت اسيستنس. بمجرد ما بقوم قافل السيشن كده خلاص، ممكن طبعا تقوموا دايسين على الملف ده هو دايركت كده، يعني مش لازم تقوموا وتروحوا تفتحوا الحاجات دي كلها. انت معاك ملف الانفيتيشن ممكن تقوم دايس عليه دبل كليك مره واحده من غير ما تفتح من قائمه الستارت وتقول له ان انا عايز اعمل هيلب والكلام ده كله، وبرضه يقول لك هات الباسورد وانت تقول له الباسورد اهي. هو في ترابل شوت هنا. هو الشخص ده قفل الريموت، الشخص اللي هو الجهاز الاولاني قفل الريموت. وات ايفر، احنا كده عرفنا النوعين بتوع الريموت مانجمنت، الريموت ديسكتوب، وشفنا ازاي تقدر ان انت تريموت اكتر من جهاز على نفس خط الاي دي اس ال بتاعك عن طريق ان انت بتغير على بقيه الاجهزه بس البورت اللي بيعمل ليسن للترافيك بتاعه الريموت ديسكتوب اللي هو قلنا عليه 3389 من الشمال، فتقدر ان انت تغيره. وفي الحاله دي تقدر تدخل في المودم بتاعك وتقوم عامل بورت فورورد، ولما تيجي تكونكت بعد كده يبقى حط النقطتين وحط الاي بي الريل اللي انت شاريه او الدومين اللي انت شاريه، وابدا ان انت اعمل كونكت، بس ما تنساش تحط النقطتين وتحط ايه البورت اللي انت اخترته، فيبدا يكونكت على الجهاز
بتاعك زي ما انتوا عايزين بقى. انتوا عارفين طبعا عندنا 36 ألف بورت او اكتر، فتقدروا تعملوا فيهم اللي انتوا عايزينه. بكده نبقى انتهينا في الحلقة بتاعة النهاردة، واتمنى يكون الموضوعين بتوع الانترنت اكسبلورر والريموت مانجمنت من الحاجات الكويسة يعني. وما تنسوناش بقى مصالح دعائكم، واسف للتأخير في الحلقات، لكن ان شاء الله هنخلص قريب جدا. واشوفكم على خير.